بدأت المباراة وانطلقت المباراة. هذا هو الفريق الكبير اللي يضغط جيرالدي على الدفاع. يا عيني موجودة حلوة تسقيطه لف ولف 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 بس القوي جدا عند صانع الألعاب المتميز حيكون له دور تكتيك دفاع قوي. إذا الأدوار الدفاعية اللي بادي فيها المباراة هو عم 1-2 هيا أي كرة حيمسكها حتكون مع تمويه. الله 1-2-3 هارولد الخطير هارولد وخلي بالك يا دور بالمباراة شوف الأسطورة يا الله مين عليها 1-2-3 يا الله دخول 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 هو 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 لا 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 عندي وقت هو يخترق الدفاع يا عيني عليك دخول الله عليك الله عليك هي يا عين دفاع قوي متابعة تسجيل متابعة مع لف ودوران شوف السرعة والتحضير والاستلام والخطير لهذا الخطير الفلبيني اللي كان المتابعة 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 قلت لك ديديان حلوة على الثلاثي لا رايحة لوين رايحة للإثار جاكسون 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 ممكن حديديان هو هذا الشكل دخول في العمق سلام الله 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 شوف 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 حديديان عمل ثنائي غير عادي جاكسون 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 هيا في لبنان كانت بالفعل عاضمة وهي إن شاء الله جاك ليفتون هيا حين لتنتين من خمسة إذا تنتين من خمسة بالفعل قدم الفريق المغربي بالجيم دفاع الزون ديفنس أندري بلاتش بيأخذ كرة وثلاث رمية يمكن يكسر دفاع نادي سلا أندري بلاتش تنتين من ثلاثة عند أندري بلاتش أندري أندري لمين لرينالدو بالكمان بيسجل رينالدو ياسين طبعا روح ياسين طبعا روح تحت الباسكت ياسين وزكريا هم تشكيلة باسنج جيم محاولات عند رافينا إلى رينالدو بالكمان سوبر دان سوبر و 12 مترين وسبعة روحوا يلعب تحت الباسكت والفريق الفلبيني هو اللي بيلعب تحت الباسكت الريباوند كله للفريق الفلبيني وبالفاست بريك بيسجل باسكت محسوب ياسين بيحاول يخترق برافو عليك ياسين روح على الباسكت يا ياسين زكريا على ثلاث نقط اخير ويليامز لبالكمان تحت الباسكت بالكمان بيسجل رينالدو سوفيان كوردو بيسرقها روح على الدنك واعمل الدنك بالعالي مش معقول هيك كره واللاعب على ارض الملعب هو واندري بلاتش بالفاست بسروقة رجعت عنده ويليامز بيسجل لا ما بيسجل جود لحق وعمل بلوك ولا أروع ثمان عنده ويليامز خطير بالدرايف ويليامز قوي على الشوتينج قوي على دقيقة أو المتبقي دقيقة واربعين ثانية إيزي باكت إيزي باكت نايس مو طبعا ردو نايس باس كوردو برافو كوردو بيحاول على رينالدو بالكمان بيسجل بالقوة برافو عليك الكات اللي اسمه رضوان لا اللي عمل الكات هو سفيان ورضوان هذا كنتريك بينتهي الوقت من ويليامز اللي بيحاول واو 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 فريق مايتي سبورتس سجل 25 نقطة بالربع الأول 19 نقطة بالربع الثاني رينالدو بالكمان دفاع ولا أروع لفريق جمعية سلا وهنا من مالونزو وهنا عبد الرحيم نجاح بيركض برافو عليك رضوان بيحاوله على الباسكت رضوان لمين عبد الرحيم نجاح مسافة الفري ثرو لاين بي 40 هذا سفيان الى رضوان ياخذ الجمب شوت لغاية لما سجل النجم التونسي اخيرا 9-6 جمعية سلا متقدم جمعية سلا تأخروا 25-15 بالربع الاول الفريق مالونزو كيندريك على الارك بيسجل كيندريك وهنا التحدي بين رينالدو بالكمان ورضوان بن سليمان بالنسبة لفريق جمعية السلة لكن بيتحصل على أوفنسيف ريباوند أمام الكل مرة أولى وثانية والثاني مسج واحد من أهم اللاعبين بيسجل رمية الحرة واحد من أهم اللاعبين بيسجل رمية الحرة إذا ضاعت الكرة ضاعت الكرة لا ما ضاعت اتحركت من هاللقطة فيها تحرك شفت هالتحرك بكلفك فولس درايف ضاعت الريباوند مهم الريباوند الهجومي مهم واو شو حلو كانوا أوايو سمحوا بعشر نقط بس للفريق الفلبيني وكرة تحت الباسكت رضوان طبعا تقدر تسجل طبعا تقدر تسجل لكن اوه الكرة توصل اوفنسيف ريباوند اوفنسيف ريباوند بطولة وعم بيكون داخل أرض الملعب
رجعت الكرة وين؟ عند رافينا لا رينالدو بالكمان بيسجل ايزي لا رجع عند ويليامز. ويليامز الكرة بتسجل 3 بوينتس حاليا. اعتقد هنا اعتقد هاي الكرة كان ممكن تنحسب اوفنسيف فاول ما انحسبت. شو صار؟ صار في تنفيذ وكان في مسك من رينالدو بالكمان. صار الحديث يبدو تكنيكال فاول على زكريا. حسب تكنيكال فاول على زكريا والان في خطا غير رياضي فريق الجمعيه السلويه. الرميه الاولى بنجاح برافو ياسين بيخلص ترجع عند اندري بلاتش. رينالدو بالكمان بيسجل عنده رميه حره واحده امام الاندري بلاتش. رجعت فاست بريك نو سيفتي ايزي باكت ايزي لانه ياسين خسر الكره. ما في حدا يحمي السله، ما في لاعب نسميه السيل اللاعب اللي بيقدر يسرقوها سرقها. والوقت بينتهي مشاهدينا الكرام على فرق ال 11 ريكورد الرابع من الجيم عم بيبدا 60% على الارك. الفريق الثاني عامل 16 اعتقد اللاعب رقم 34 وانا متاكد مش اعتقد الان اصبحت مع لقطه احمد نولد عامل بس 2 من 7 في مرات اليوم وحاليا 2 من 8. أول خطأ على فريق مايتي سبورتس الفريق المغربي. سلا خايف 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 مرة ثانية بيتعرض للبلوك اطلع فيها لبرا اطلع فيها هنا فيها فاول سيبها بالهاند اوف. عبد الرحيم نجاح بيحاول على الباسكت بيربح الرابع وعبد الرحيم نجاح بيسجل نقطة الأربع لمصلحة فريق سلا. إذا كسبوا هالرهان واو فيها فاول نو باسكت من الباسكت بول بهالجيم. زكريا مصباحي تنتين من تنتين رينالدو رينالدو بالكمان بدرايف اوه في فاول على عبد الرحيم نجاح. كمان 2 مينتس لارض الملعب ريدر من الدور ربع نهائي الفريق العمل ضاعت عند ماكنزي. ماكنزي بيحاول شوت قال وياها قال له طير نايس داش سكاي تايم اب اند هاند الونزو بيسجل. وين يلا يا وين عبد الرحيم نجاح بيطلبها تحت السله اعطيها يا رضوان. رضوان بيحاول يعمل درايف برايف زكريا. شو بدك من احتجاج يا زكريا غريب جدا. بيسجلها ويليامز بيستفيد بيسجل زكريا. كابتن زكريا انحسب على رضوان لكن بعد هيك زكريا اعترض على قرار الحكم. عموما زكريا بيرتا فاقد لتركيز رح يكون في مشاكل. عموما ما في شيء انتهى. اندري بلاتش درايف بيوقع على سله ولا اروع. سفيان بن علي بيحاول عبد الرحيم على المتابعه فيها باسكت وفاول. Salih had the numbers and he wasn't ready for the pass, but it doesn't matter. He still fit. Oh, and Andre Blatch, what a defensive effort there. And he knocks it. 3-point shot. Can't get that to fall. And Mighty. Playboy, oh yeah, you know me. I got only a path. I'm lonely, but damn, I'm going to win. Yeah.